مشاهدينا الكرام في كل مكان بنرحب بكم في حلقة جديدة مباشرة من برنامجكم الأسبوعي عبر الكتاب وموضوع حلقة النهاردة هو عن لماذا أربعة أناجيل وهنتكلم عن ما هو الإنجيل وليه أربعة أناجيل وهل الأناجيل هي سيرة ذاتية لشخص المسيح وإذا كانت سيرة ذاتية لشخص المسيح لماذا لم تشمل كل مراحل حياته كأي سيرة ذاتية وما هو سر التشابه ما بين الاناجيل الثلاثه الاولى متى ومرقس و ولوقا واختلافهم عن الانجيل يوحنا وما الذي يميز كل انجيل عن الاخر ما هي السمات اللي تميز الانجيل عن الاخر كل هذه الاسئله وغيرها يساعدنا وجود الفاضل الاسيس اشرف بشيء معنا عشان يجاوبنا على هذه الاسئله والاسيس اشرف هو خادم للرب وفي نفس الوقت هو ايضا باحث ودارس لكلمه الله، هو حاصل على ماجستير في دراسات العهد الجديد وبيعمل الدكتوراه بي دي في العهد الجديد ونشكر ربنا لاجله ولاجل حياته ولاجل خدمته وسعداء بوجودك معنا أسيس اشرف. يا دكتور اهلا وسهلا، الف شكر لحضرتك. آه نبدا بتعريف الانجيل، ما هو الانجيل؟ البعض بيظن خطا ان الانجيل هو الحبر والورق الكتاب اللي بين ايدينا اللي المسيحيين بيعتبروه كتابهم المقدس والحقيقه ده تعريف قاصر جدا تعريف طفولي بعيد عن ما يؤمن به المسيحيون الانجيل ببساطه هو الخبر الطيب البشاره المفرحه مم. ان الله احب الانسان الخاطي وارسل يسوع المسيح ابنه من اجل مم. فداء هذا الانسان من الخطيه ومن اجل فتح الباب للانسان للحياه الابديه فالانجيل هو الخبر السار هو م. البشاره المفرحه نقدر نعتبر ايه واحده من الكتاب ده انجيل لما الكتاب يقول هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه ده انجيل لما الكتاب بيقول بهذا اظهرت محبه الله فينا ان الله قد ارسل ابنه الوحيد الى العالم لكي نحيا به في هذا هي المحبه ليس اننا نحن احببنا الله بل انه هو احبنا وارسل ابنه كفاره لخطايانا ده انجيل لما الرسول بولس بيشرح في كورنثوس الاولى 15 الايات الاولى من الاصحاح ان الانجيل انا سلمتكم الانجيل اللي قبلتموه وتسلمتموه وبه تخلصون ده انجيل يعني الانجيل هو مضمون البشاره أوكي. أما اللي موجود في الكتاب فدي البشارة نفسها أو الكتاب نفسه. ما هنا هنا بيحصل نوع من اللبس شوية ليه؟ <applause> لأنه الأخوة المسلمين بيفكروا يعني إحنا كمسيحيين ما عندناش مشكلة بس يعني هي هي كل اللبس بيجي من إنه هو مقتنع إنه زي ما يعني نزل بحسب تصوره هو زي ما نزل القران على رسول الاسلام نزل انجيل على المسيح و... و... والمسيح كتب انجيل و... و... والمفروض انه سلمه آه للكنيسه والكنيسه فقدته وبعدين كتبوا الرسل اناجيل فده ده دي نقطه اللبس. ده تصور خاطئ من البدايه الى النهايه آه وعلشان كده احنا موجودين وعشان كده احنا نحب نوضح للاحباء المشاهدين المسيح لم يكتب كتابا من الاساس. المسيح لم يكتب كتابا هو كان يقرا وكان يكتب لانه دفع اليه السفر فقام ليقرا قام ارى العهد القديم وشرحه ووعظه المسيح كان متعلم وكان دارس وكان قارئ لكن المسيح لم يكتب بخط يده كتابا بالمره. لكن ما كتب عن المسيح في الكتاب اللي بين ايدينا الذي نسميه مجازا الانجيل او الاناجيل الاربعه <applause> نسميه مجازا الاناجيل الاربعه ده كتب ب... عن بواسطه رسل المسيح وحواري المسيح اثنين منهم كانوا شهود آه. عيان آه. واثنين منهم كانوا تلاميذ للتلاميذ آه. لكن المسيح بنفسه لم يكتب كتابا بخط يده وده واضح من الاصل كلمه انجيل يعني بالزبط. يعني الكلمه اليوناني الترجمة انجيل هي وانجليون أه. اللي تعني بشاره مزبوط. وفي العبري بشاره او مبشر مزبوط. يعني حتى ليها صدى في العهد القديم في اشعياء كذا مره يتكلم عن المبشر بالسلام فهم كلمه انجيل هي بشاره والبشاره هي خبر صار مزبوط. والكلمه دي كمان كانت تستخدم زمان في الكتابات اليونانيه والرومانيه القديمه انه يصف بيها الشخص اللي حامل اخبار نصر الملك النص... اه او يكون في حرب وهو هناك في الحرب وشاف انه جيش انتصر فجايب الاخبار الساره مزبوط. لاهل المدينه والمملكه وال... اللي هو ينتمي ليها ويقول لهم انه جيشنا انتصر صحيح تمام. فهي بتحمل الفكره دي فهي ليست كتاب مه. وليست حبر ورق لكنها في مضمونها هي خبر صار اتحط على حبر ورقه مظبوط يعني وده موجود على فكره من افتتاحيه الاناجيل من افتتاحيه انجيل متى لما الملاك ظهر للرعاه وقال لهم ها انا ابشركم مم. مم. بفرح, بفرح عظيم ابشركم عظيم. بفرح عظيم يكون لجميع الشعب انه مم. ولد لكم اليوم في مدينه داوود مخلص هو المسيح الرب طيب. فالبشاره مم. هي مجيء السماء إلى أرضنا في شخص المسيح الحي المبارك <applause> لكي يصنع بنفسه تطهيرا لخطايانا عبر رحلة حياته وموته وقيامته المجيدة من بين الأموات. طيب إذا كانت هي خبر سار يعني أنا أنا النهارده عندي خبر سار هوصله للأسيس أشرف. كويس انت اشرف وانا اشرف انا اشرف عزمي وانت اشرف بشاي اشرف ايه واشرف بيه ارجو ما يكونش <applause> الخبر اللي ما يتلخبطش الخبر السار ده ممكن يبقى انجيل واحد ليه اربعة يعني يعني ليه عندنا او العهد الجديد يتضمن على اربع كتب كويس او اربع اسفار يطلق على كل واحد منهم انجيل يعني بشارة. انجيل متى او بشارة بشارة متى بشارة مرقص بشارة لوقا بشارة يوحنا ليه مش واحد يعني عزيزي. وليه مش اكتر من اربعه ده سؤال جميل آه، ليه مش اكتر من اربعه هو كان في اناجيل تانية حكمت الكنيسه انها ليست مناسبه ليست متوافقه مع الحق ال... الذي امنت به الكنيسه من من فجر المسيحيه الاولى مه. من 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 الايام التي فيها مارست الكنيسه المسيحيه ايمانها حتى بدون كتاب مكتوب لانه الاناجيل اللي بين ايدينا هي تعتبر كتابات متاخره نسبيا في من في, في العهد الجديد اول ما كتب في العهد الجديد هو رساله تسالونيكي الاولى مم. وكتبت حوالي سنه 48 ميلاديه ثم رساله غلاطيه وتقريبا اتكتبت مم. سنه 52 ميلاديه مم. ربما آه الاناجيل كتبت بعد ذلك التاريخ بقليل بحوالي 25 سنه مثلا او 30 سنه في يعني قبل من قبل دمار اورشليم آه يعني انا بعتقد ان بعض الاناجيل كتبت قبل دمار اورشليم سيما انجيل ماركوس سنة 70 اه 65 70 آه، ليه اربعه اناجيل؟ لان هذه الحياه العظيمه حياه المسيح آه، العظيم القدوس المهوب لا يمكن ان تحتويها بشاره واحده فتتناولها من كل الزوايا <applause> الامر اشبه وده تشبيه جميل سمعته من احد اصدقائي القصوص الامريكان الامر اشبه بمباراه مهمه جدا بتتلعب في ملعب كبير مهم. لا يمكن ان ان تكون هناك كاميرا واحده فقط تنقل احداث المباراه من احدى زوايا الملعب مهم. يقينا لو في كاميرا واحده بس ما في يحدث حاجة. في زوايا اخرى مش هيكون متشاف بطريقه واضحه آه. بالنسبه للمتفرجين اللي بيتابعوا المباراه عبر شاشات التلفزيون او حتى بالنسبه للناس اللي في الملعب بخصوص حياه المسيح العظيمه الروح القدس قصد أن يكون في تدوينات مختلفة كتب مختلفة تتناول هذه الحياة من زوايا مختلفة علشان تقدم لنا البشائر الأربعة معا تقدم لنا مكت مجسم أو صورة أكثر وضوحا لشخص المسيح المبارك اللي جه من السماء سفير السماء ابن الله المتجسد علشان يصنع بنفسه قصة خلاص الإنسان العظيمة هل هل في صدى لذلك للعهد القديم؟ يعني يعني انه انا بشوف انه اربعه لانه في في في, في العهد القديم في بعض الانديكيشنز او الاشارات خلينا اقولها انه أ... بالذات لو خدنا أ... وصف المسيح كغصن أ... اتوصف المسيح اربع مرات كغصن وكل مره اتوصف بيها كغصن اتوصف ب... بشيء مختلف يعني مره قال أ... غصن داود فانتماءه بالجسد لداود فده بيقدم لي المسيح ابن داود بحسب الجسد الملك مرة بيقول لي الإنسان الغصن في زكريا فبيقدم لي إنجيل لوقا اللي بيقدم الإنسان الكامل يسوع الكامل مرة أيضا في زكريا يقول لي العبد الغصن فيقدم لي إنجيل مرقس على أساس أنه بيكلم عن المسيح العبد متألم. المتألم وبعدين بيقول لي غصن الرب في اشعياء. يعني يعني فده بيقدم لي الجانب اللاهوتي فيه كجوهر ان هو من عند الاب مع الاب منذ الازل <applause> فبيقدم لي الاربع صور دول عن الرب يسوع فزي ما حضرتك قلت انه كل انجيل بيقدم زاويه مختلفه. <applause> وعشان كده في حاجات متشابهه وفي حاجات مختلف. مختلف يعني مظلوم. يعني انت لو هتحط الكاميرا اكيد هتجيب بعض الاشياء المتشابهه لانه المال الجيم واحد يعني يعني مش يعني ما فيش كاميرا هتكذب وما كاميرا هتنقل صوره غير اللي جوه الجيم لكن هتنقلها من زاويه مختلفه مختلف. زي ما حضرتك وده قلت. وده اللي حصل مع البشيرين الاربعه حضرتك زي ما تفضلت البشير متى بيقدم لنا المسيح الملك مسيا الله المتجسد الملك اليهود اليهودي الذي انتظره الشعب اليهودي لقرون جلس. طويله آه. وعلشان هو الملك صلب من اجل هذه التهمه مه. في اصحاح 27 م. من انجيل متى وعبر الانجيل انجيل متى هو انجيل الملكوت الذي آه. يقدم لنا حكم الله على الانسان هنا والان م. فمتى بيتميز بانه يقدم لنا المسيح الملك البشير مرقس بيقدم لنا المسيح العبد المتالم الذي لم ياتي ليهلك انفس الناس بل ليخلص والمسيح في 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 اوج تعليمه في قمه تعليمه في انجيل مرقس علم تلاميذه وقال لهم انتم تعرفون ان رؤساء الامم يسودونهم أيوه. وان عظماءهم يتسلطون عليهم فلا يكون هكذا فيكم بل من اراد ان يصير فيكم عظيما فليكن للجميع خادما من أراد أن يصير أولا فليكن للكل عبدا لأن ابن الإنسان وشاور على نفسه لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين يعني في أصحاح عشرة إذن آه. آه المسيح الملك في متى المسيح العبد المتألم في مرقس المسيح الانسان الكامل في م. بشارة م. في بشارة لوقا وعشان هو انسان وممثل للبشرية فمن فاتحة الانجيل نلاقي سلسلة نسبه في في بترجع لآدم بترجع لآدم م. وبيقدم لنا الانسان الكامل في احساسه بالبشر بآلام آه. البشر م. وبيموت نيابة عن البشر الذين احبه م. وفي انجيل يوحنا بنلتقي مع المسيح ابن الله الموجود في حضن الاب من الازل والى الابد مم. اللي كان في البدء عند الله وكان الكلمة الله مم. في البدء كان مم. الكلمة وبيقدم لنا بياخدنا في أجواء مقدسة في سياحة مقدسة في لاهوت المسيح عبر إيجو مي أكثر من 8 آه. مرات أو تسع آه. آه. مرات في هذا الانجيل انا مم. هو خبز الحياه من يقبل الي بالزبط. لا يجوع ومن آه. يؤمن بي مم. فلا يعطش ابدا آه. سته خمسه مم. قبل ان يكون ابراهيم انا, أنا كائن. كائن 8 42 انا هو أنا الباب هو ان دخل بي احد فيخلص ويدخل ويخرج مم. ويجد مرعى انا هو نور العالم من يتبعني فلا مم. يمشي في الظلمه بل يكون مم. له نور الحياه انا هو القيامه والحياه من امن بي ولو مات فسيحيا وكل من كان حيا وامن بي فلن يموت أي. الى الابد كل المرات اللي المسيح قال فيها بوضوح انا هو علشان يقول يهوى العهد القديم قد جاء اليكم فقدموا له السجود الواجب أي. في شخصه في شخصه المعبود انا انا حابب اشجع كل الاخوه المشاهدين والاخوات طبعا اللي عندهم اسئله خاصه بالاناجيل الاربعه او في الاناجيل الاربعه احنا عايزين ننتهز الفرصه وجود الاسيس اشرف معانا والاسيس اشرف زي ما ذكرت هو باحث ودارس للعهد الجديد فلو في اي اسئله اي استفسار نرحب باستفساراتكم وباسئلتكم طيب اذا كانت اذا كانت الاناجيل بالشكل ده يعني ما اعرفش هل, هل هل نقدر نقول عليها انها سيره ذاتيه يعني بايوجرافي للرب يسوع وإذا كانت هي سيرة ذاتية طب ليه ليه مش زي الـ أي سيرة ذاتية يعني دايما السيرة الذاتية تتضمن تفاصيل كثيرة عن حياة الشخص يمكن لو شخص مهم قوي بيبقى كل قراراته وكل أيام حياته ليه الأناجيل يعني لو قلنا أنها سيرة ذاتية ليه مش متبعة السيرة الذاتية أو أسلوب كتابة السيرة الذاتية اللي معروف يعني يعني أصح... مختصره كده يعني في 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 سنين في حياه المسيح مه. ما نعرفش عنها حاجه مظبوط خلينا اقول لحضرتك ان الاناجيل سيره ذاتيه واشياء اخرى دين نمرة واحد أوكي. فهي سيره ذاتيه لكن نجد في الاناجيل كتابات طويله جدا عن امثال المسيح م. ونجد كتابات اخرى عن سلسله نسب المسيح خصوصا في متى وفي لوقا ونجد كمية كبيرة جدا من أقوال المسيح أو تعاليم المسيح القولية اللي بتنهي دايما قصص المسيح علق عليها أو تناولها بالتعليق وبتنهي أحداث المسيح قال فيها القول الأخير اللي حفظه التلاميذ وغالبا ده بيبقى جزء مهم جدا جدا في التعليم والعبادة فالاناجيل هي سيره ذاتيه لكنها تتضمن بجوار هذه السيره الذاتيه تتضمن نوعيات اخرى من النصوص الادبيه زي زي ما قلنا الامثال والتعاليم القوليه والمعجزات والانساب واشياء اخرى كثيره الحاجة الثانية اللي أحب أقولها إنها سيرة ذاتية بس مش بمقاييس عصرنا الحاضر لكن سيرة ذاتية بمقاييس عصرها وده <applause> آه آه ينقلني للنقطة الثالثة بسرعة إنها سيرة ذاتية بطريقة سيلكتيف يعني انتقى <applause> البشيرون الأربعة من حياة المسيح ما رأوا أنه مهم جدا للكنيسة أن تعرفه وأن تؤمن به وأن تتعلم منه وأن تحتذي به فيكون هو ده الإنجيل الذي تعيشه الكنيسة استناداً على معرفتها بسيرة حياة المسيح وتفاصيل هذه الحياة مم. فهي سيرة ذاتية لكن مش من أول يوم إلى آخر يوم آه. كأني بكتب يوميات حياة فلان الفلاني زي ما إحنا بنعمل دلوقتي في عصرنا الحاضر لكن هي سيرة ذاتية بينطبق عليها مقاييس العصر بتاعها م. كانوا زمان في العصر اليوناني والروماني بيكتبوا السيره الذاتيه بطريقه معينه تخلي الناس تهاب هذا الشخص وتحترمه وتحبه اللي احنا كتبنا عنه السيره م. بتاعته نمره اثنين تقتنع ان موته كان جزءا من ارساليته او ارساليه حياته نمره ثلاثه ان حياته وموته كان, كان, كان ملهما لاتباعه فأتباع هذا الشخص اللي احنا بنكتب سيرته يجب أن يقتدوا به ويعيشوا نفس هذا النوع من الحياة نمرة أربعة كان تخليدا للشخص اللي احنا بنكتب عنه واضح أنه كتاب الأناجيل تتبعوا أو اتبعوا نفس ال الطرق التي كان يتبعها الكتاب في العصر اليوناني والروماني في ذلك الوقت وهم بيكتبوا سيرة سيدهم سيرة المسيح وحضرتك بتتكلم ممكن يبقى في أكثر من سؤال تفضل. بيطرح نفسه يعني وأنا هنا هحط نفسي مكان المشاهدين أو مكان المشككين لأنه إحنا بنعيش في عصر النهارده كثير من الناس بتشكك اتفضل اه ما فيش سؤال ملهوش إجابة اتفضل اه أول سؤال بطرحه وبيقولوا البعض كمان إنه الأناجيل الكنيسة اختارت الأناجيل التي تتماشى مع آه الايمان اللي هي اخترعته مم. يعني, يعني الـ حتى حتى البعض منهم بارت ايرمان وغيره من المشككين بيقولوا انه آه الـ الـ الايمان بالمسيح الرب جاء متطورا في مرحله متاخره يعني عظيم. يعني في البدايه المسيح كان بالنسبه للطبيعي ما مم. كانش آه اله كان كان شخص ليه كرامه وليه احترام وليه تقدير، لكن مع الزمن هذا الاحترام وهذا التقدير وهذه الكرامه اتقلبت الى العباده. فلما اتقلبت الى العباده، الكنيسه عملت ايه؟ خدت الاناجيل اللي تتماشى مع مفهومها مفهوم وشالت الاناجيل الاخرى التي تتعارض مع المفهوم ده، علشان تاكد انه الايمان بتاعها انه احنا كده والمسيح هو الله وإحنا المسيح ينبغي ان ده سؤال جميل ده سؤال جميل خليني الخص لحضرتك الاجابه في ثلاث عناصر م. العنصر الاول ان الكنيسه لم تخترع الايمان المسيحي الموجود في الاناجيل الاربعه ودليلي حاجه دليلي ان انا لما قلت انه رساله تسالونيكي الاولى اقدم من كل الاناجيل زمنيا في كتابتها ويرجع تاريخها إلى سنة 48 ميلادية هذه الرسالة الصغيرة رسالة تسالونيكي الخمس أصحاحات فقط فيها كل الإيمانيات المسيحية التي تتفق مع كل ما ورد في الأناجيل الأربعة مم. بنتكلم فيها عن الفداء الرسول بولس بيتكلم فيها عن الفداء، بيتكلم عن الصليب، بيتكلم عن ايماننا في الروح القدس، بيتكلم عن ايماننا في انتظار المسيح مجيء المسيح ثانية بدءا من الاصحاح الاول وفي كل اصحاحات الرسالة الخمسة في إشارة للمجيء ثانية ثانية، بنتكلم عن الأخلاقيات المسيحية وكيف يجب أن يسلك المؤمنون المسيحيون في العالم بقداسة وبر أمام الله بنتكلم عن رجائنا في قيامه الاموات في اصحاح اربعه الايات 13 الى 17 من تسالونيكي الاولى اذا عناصر الايمان المسيحي لما تفككها تلقاها موجوده كلها في تسالونيكي الاولى وبطريقه تتفق مع الاناجيل الاربعه مم. فانا ما عنديش في الاناجيل الاربعه حاجه زياده او تم اختراعها اكثر مما امنت به الكنيسه من سنه 48 دون إلينا لاحظ 48 ده يعني بعد اقل من 15 سنه من صلب المسيح آه. ودي فتره آه. زمنيه قصيره جدا وكان معظم المسيحيين الذين عايشوا فتره الصليب والقيامه شهود كانوا العين. شهود عيان وعايشين واروا الكلام اللي كتبه الرسول بولس ولم يكن الرسول بولس بقادر على ان يدعي شيئا خارج الايمان المسيحي م -م. اللي كان انتشر في كل اليهوديه والسامره أوكي. والى اقصى الارض ف... طب دي النقطه الاولى دي النقطه الاولى م -م. انا اسف لل لا 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 ارجو أنا أحب انه امشي معاك واحده واحده الاحباء المشاهدين يتابعونا النقطه الثانيه اللي احب اقولها ان الكنيسه وهي تعترف بمصداقيه الاناجيل الاربعه اللي موجوده بين ايدينا لم تمارس سلطانها على هذه الاناجيل الاربعه بل بالاحرى وجدت سلطان وبصمه الروح القدس في هذه الاناجيل فمش الكنيسه هي اللي اختارت فاخذت اناجيل واستبعدت اناجيل اخرى وكان للكنيسه سلطانا على كلمه الله ان تختار وان تستوعب وان, وأن تنتقي وان تترك جانبا الامر اكبر من كده بكثير لانه الكنيسه المؤمنون الاوائل اللي كان انتشرت بين ايديهم هذه الاناجيل سنه 65 و70 و80 و90 ميلاديه كتير منهم كانوا عايشوا فتره وجود المسيح على الارض وكانوا شهود عيان عن حياه المسيح ومعجزاته العظيمه وحياته الطاهره وموته وقيامته المجيده واللي كتبوا الاناجيل اربعه اثنين منهم شهود عيان واثنين تلاميذ لهؤلاء الشهود العيان احنا عندنا أيوة. متى شاهد عيان بالظبط وعندنا يوحنا شاهد عيان مم. عندنا مرقس كان تلميذ للرسول بطرس وعندنا البشير لوقا التقليد بيقول مم. انه اخذ كل القصص المتعلقه بميلاد المسيح راسا من السيده العذراء المطوبة القديسه مريم ففي اثنين شهود عيان واثنين تلاميذ للشهود مم. فإذا النقطة الثانية الكنيسة وجدت بصمة الروح القدس على الأناجيل الأربعة، الكنيسة لم تترك ولم تأخذ لم تأخذ أناجيل وتأ... ولم تترك أناجيل أخرى، و... لكن الكنيسة اقتنعت بوجود بصمة الروح القدس على الأناجيل الحقيقية اللي بين إيدينا. الحاجة الثالثة وده إلني للأناجيل التي تركتها الكنيسة. مم. الكنيسه وضعت مقاييس لقبول الكتابات المقدسه او لرفض الكتابات التي رات انها ليست موحى بها من ضمن هذه المقاييس هل تتفق مع سيره المسيح التي راوها عيانا وعرفوها فيه بالاختبار ولا حاجات بتختلف عن روح المسيح فلما يجي انجيل الطفوله او انجيل توما اللي الاحباء المسلمين بيتمسكوا بيه او بيقولوا انه كان في اناجيل اخرى ويكلمني عن الطفل يسوع الذي الذي يصنع من الطين يصنع من الطي... يعني وتحس ان المسيح هو حاوي او عراف او ساحر ليست هذه هي الصوره التي يرسمها البشيرون الاربعه البشيرون المعترف بهم الاربعه لمعجزات المسيح المسيح لم يصنع معجزه للتمتع الذاتي مهم. لم يصنع معجزه للابهار لم يصنع معجزه لكي يستحوذ على انتباه الناس لدرجه انه لما جرب وقال له اطرح نفسك منها هنا مهم. المسيح رفض. قال للشيطان رفض وقال للشيطان انه قيل لا تجرب بالزبط. الرب الهك انا أوه. مش عايز ابهر الناس انا عايز الناس تؤمن بي بالطريق الصعب المسيح المصلوب المقام مهم. لما نقرا في الاناجيل المزيفه ان المسيح صنع معجزه للاضرار بالاخرين مش عارف مين عمله ايه فعماه ليس هذا هو المسيح الذي نؤمن به آه. لا يتماشى مع روح المسيح المسيح لم يصنع معجزه واحده من اجل نفسه لكن صنع المعجزات من اجل إيه إيه إسعاد الناس من أجل رفع الآلام عن كاهل الناس من أجل طرد الـ الـ الآلام من أجساد الناس بل إن آخر معجزة صنعها المسيح قبل الصليب كانت شفاء ملخص عبد رئيس الكهنة اللي قطعت أذن العدو اللي كان جاي ضمن من جاءوا لكي يقبضوا أيوة على يسوع ويقتادوه إلى الصليب مم مم فالمسيح اللي موجود في الاناجيل سمات شخصيته لا تتفق مع الاناجيل المزيفه اللي حاول البعض انه يفرضها على الكنيسه المسيحيه. ده جميل دول ثلاث حاجات رائعين جدا ثلاث اجابات اعتقد انه اي باحث او اي دارس يعني عايز يسمع صوت العلم والدراسه هيستجيب للثلاث نقط دول. بجانب طبعا شهاده الكنيسه الاولى اللي عندنا شهاده بابياس، عندنا شهاده كليمندوس، عندنا شهاده ترتليان، عندنا شهاده اللي هي بتعود للقرن الـ الاول والثاني الميلادي. مظبوط. فالشهادات دي كلها موجوده عن متى وعن مرقس وعن لوقا وعن يوحنا يعني احنا عندنا نجين. تتيان كمان، وعندنا كان مهم جدا لانه حط الاناجيل المتشابهه حطهم حطه في اعمده أيوه. وعمل حاجه سماها الدياترون الدي... والدياترون ده هو كان مهم جدا في تاريخ الكنيسه لانه اراد انه يوفر وقت المؤمنين في دراسه الاناجيل الثلاثه المتشابهه وبعدين الكنيسه قررت انه يقينا كان لله خطه في ان يقدم لنا قصه حياه المسيح في انجيل مختلفه مه. مه. فهو الكتاب ككتاب موجود ومعترف به ومحبوب من الدارسين لكنه الناس بعد كده ادركت انه لا احنا ندرسه اه لكن لا يعني ما نستغناش عن ما ناخدش نسخه واحده فقط من الاناجيل الاربعه. <applause> ال الاعتراض الثاني الاعتراض الثاني بيقول انه بما انه الاناجيل كتبها يا تلاميذ المسيح يا رفقاء تلاميذ المسيح كويس <applause> ودول الاربعه دول مؤمنين بالمسيح. فبما انه هم مؤمنين بالمسيح فهنا صفه المحايده ان انا بكتب حاجه بقى محايده انتفت وايش ضمني انه البشائر مش بيكذبوا يعني إيش ضمني ان متى مش بيكذب وأن يوحنا مش بيكذب وانه مرقس مش بيكذب بخصوص سيره مين بيكذب انه انه سيره المسيح ولا بخصوص سيره المسيح كل الاشخاص لا 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 اللي في يعني يعني مثلا لما لما مات مثلا بيكتب لي عن المسيح <متحدث> ايش ضمني ان اللي كتبوا عن المسيح صح واللي كتبه يوحنا عن المسيح صح <متحدث> يعني يعني ما ممكن يكون من تالفهم يعني يعني هل هم ألفوا قصص علشان يؤلهوا المسيح فبالتالي القراء اللي يجوا بعدهم ياخذوا هذا الانطباع انه المسيح هو الله ولا هم كتبوا بصدق هو يعني, يعني, أنا, أنا عايز أقول بس أنه البينة على من ادعى يعني لو حضرتك ادعيت أن تلاميذ المسيح لم يكونوا أمناء بالقدر الكافي فعيب الإثبات هنا يقع على حضرتك مش عليا يعني مم. تقول لي ما السبب الذي يدعوك لتصديق أن تلاميذ المسيح لم يكونوا موضوعيين بالقدر الكافي وهم يتناولون سيرة المسيح في مبدأ كده عند الإخوة المسلمين بيطبقوه على كل حاجة إذا وجدت رواية في الكتاب المقدس ووجدت رواية عن نفس الموضوع مخالفة في التفاصيل عن اللي موجودة في الكتاب المقدس يبقى الرواية القرآنية اللي جت بعد الأناجيل مثلا بحوالي 600 سنة هي أصدق من الرواية الكتابية وبالتالي يكون الرواية الكتابية هي المحرفة وليس الرواية القرآنية ده كلام ينافي يجافي الحقيقة والواقع يعني أنا بعيدا عن أن ده إنجيل وده قرآن أنا مش بتناول ده أنا بكلم العقل هنا إذا جاءت شهادة شاهدين عن واقع ما إحدى الشهادتين معاصرة للواقع والشهادة الأخرى بعد 600 سنة م. هل المنطقي ان انا اصدق اللي جت بعد 600 سنه هل انت حضرتك حاسس ان اوقات كتير اوقات كتير المنطق بي 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 ما بقاش موجود يعني أنا, أنا المنطقي مش موجود هو مؤمن انه بما انها جت هنا بالشكل ده يبقى مختلفه عن الانجيل يبقى الانجيل هو المحرف انا اعذر كل احباء المسلمين المساله لما بتدخل في نطاق الايمانيات بالشكل ده انا بعذر المسلم اللي بيصدق القران وبيكذب الروايه الانجيليه لكن ده مش معناه هذا العذر اللي انا بلتمسه للاحباء المسلمين مش معناه ان انا موافق على الطريقه دي لا انا معناه ان انا بقول انه المنطق والواقع بيقول انه الشاهد هو اللي يشوف ويسمع بعينيه شاهد أدل شاف أدل مش, مش شافش. أدل حضرتك ما شافش قد لحضرتك مثلا يعني الاناجيل الاربعه بتخصص اكتر من 40% من الماده بتاعتها عن الاسبوع الاخير مضبوط صح يعني بتتبع يعني الام المسيح ساعة بساعة ساعة بساعة بالذات في الاسبوع الاخير بالظبط يعني ف... فمتى كتب لينا اصحاحات كاملة <applause> 26 و 27 و 28 و... 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 ومرقص كتب لينا نص انجيله نص انجيله ولوقا كتب لينا اخر اربع خمس اصحاحات ويوحنا ابتداء من اصحاح 13 مضبوط ومن قبل يعني ال 13 ومن قبل ال 13 يعني. 12 يعني فانت عندك اكثر من 40% من الاناجيل بتتكلم عن الاسبوع الاخير وبتتكلم عن تفاصيل موت الرب يسوع وعن قيامته مظبوط يجي بعد 600 سنه يقول لي عباره لا يقدم لي برهان ولا بيقدم لي اي دليل يقول لي وما قتلوه وما صلبوه وانا المفروض اصدق ايه اصدق ف... شاهد العيان ولا اصدق شخص جه بعد 600 سنه ما هو يعني هذا المنطق المنطق النهارده انهي لو انت خدت الشهادتين دول شهاده اربعه كانوا معاصرين وكتبوا بالتفاصيل كتبوا مين وفين وامتى وازاي التفاصيل دايما في عباره يعني قالها في مره آخر رشيد جميل قال دايما الكذاب يخاف يتكلم عن تفاصيل لا. لانه لو اتكلم لو اتكلم عن تفاصيل هيفشي يعني هي هيبان كس التفاصيل مش مش هتتفق التفاصيل مش هتتفق لانه ما فيش تفاصيل مظبوط فهو بيقول عباره عباره واحده ف فانا انا النهارده عندي اربع اناجيل بتتكلم عن صلب المسيح عظيم عندي العهد الجديد كله بيتكلم عن صلب المسيح عندي العهد القديم مليان نبوات عن عن صلب المسيح فيجي الاخ المسلم يقول لي لا هو ما صلبش ليه لانه انجيلكم محرف الاناجيل اتحرفت انا انا يعني ايه خليني بس اقول آه حاجات اساسيه المسيحيه تقف على ارضيه مختلفه تماما عن الارضيه التي يقف عليها الاسلام <applause> المسيحيه تقف على ارضيه النظام الذبائحي من البدء الله اختار الذبيحه لتكون كفاره عن الانسان وكانت الذبائح الحيوانيه مجرد اشارات باهته للذبيح العظيم الذي سياتي في ملء الزمان المسيح الذي سيصلب من اجل خطايا البشر فدي فلسفه المسيحيه او الارضيه التي تقف عليها الديانه الكتابيه بشقيها اليهوديه والمسيحيه الاسلام حاجه تانية خالص الاسلام ما عندوش فكره الذبيحه التي تكفر عن الخطايا الا في اشاره كده عابره مم. وفديناه بذبح عظيم وما علاقه بالفكر ككل التوبه في الاسلام الغفران في الاسلام هو بالتوبه آه. وبالصلاه مم. وبالحج مم. وبالصدقه والى اخره الفلسفة بتاعة الديانة الكتابية تختلف تماما عن الفلسفة بتاعة الإسلام كديانة الحاجة الثانية اللي عايز أقولها في الأمر ده أنا بخصوص حادثة صلب المسيح عندي من الشواهد التاريخية الدنيوية ما يؤكد صدقها مهم لأن مهم. في ناس مؤرخين دنيويين لم يؤمنوا بالمسيح ذكروا اسم المسيح وتكلموا عن عنه باعتباره شخصية تاريخية وتكلموا أيضا عن قصة صلبه فيعني دي, دي حاجة بعيدا عن إيماني بالبشائر الأربعة وبرسائل الرسول بولس الحاجة الثانية أنه أنا عندي آلاف النبوءات تحققت في المسيح ومئات من هذه النبوءات تحققت في احداث الصلب تحديدا يعني في مه تفاصيل مه الصليب التي وردت في الاصحاحات الثلاثه الاخيره من بشاره متى فالامر عندي متناسق جدا عندي الرمز والمرموز اليه عند القصه تم التنبؤ بها والقصه حدثت في ملء الزمان في المسيح الذي صلب لاجلنا واقيم الحاجه الاكثر من كده اللي احب اشاور الاحباء المسلمين عليها انه الانسان لو حب يكذب يكذب عشان يفتقر ولا يكذب عشان يغتني عشان يبان كويس يتجنب المشاكل ولا يدخل في مشاكل يعني قصه الصليب دي قصه آه معروف يعني ان ان آه عار آه عار اشد يا عقوبه اعدام تفتق يا عنها الذهن البشري يا آه الصليب قبل المسيح كان عقاب للمجرمين مم والاشرار مم وقطاع الطرق واصحاب الكبائر والمعاصي. الصليب لم ياخذ قيمته في عيون المسيحيين الا عندما علق المسيح على الصليب. فاللي <applause> عايز اقوله انه الص... آه قصه الصليب آه قصة حقيقية مم. حقيقية ولم يكن ممكنا أن البشرين يكذبوا من أجل اختلاق قصة تسيء إليهم وإلى سيدهم لو لم تكن قصة حقيقية ودي نقطة مهمة جدا لأنه <applause> يعني وكمان زي ما حضرتك ذكرت أنه ال ال البينة على من ادعى يعني أنت النهاردة جاي تقول لي بعد 600 سنة وما صلبوا قدم لي دليل واحد تاريخي مم. دليل واحد او جغرافي حتى او جغرافي لانك انت بتتكلم عن وما صلبوه في فلسطين بينما انت تعيش على بعد الاف الكيلومترات في جنوب شبه بالزبط. الجزيره العربيه بالزبط. فانت يعني ما يعني بالزمان والمكان انت لم تكن هناك لكي تكون شاهدا امم ده صح طيب نرجع تاني للأنجيل. انا بس دخلتك في حته انا بس كان مهم ان احنا ندخل فيها لانه في اسئله في, ال... في الناحيه دي كتيرة و... و والاخوه المسلمين بيبقى عندهم هذه التساؤلات فحلو ان احنا نحاول نجاوب عليها. طبعا وبكل سرور ما فيش اي مشكله تواجه الايمان المسيحي في التساؤلات. مم. الايمان المسيحي لا يخشى التساؤلات. لما نيجي عند الاربع انجيل بنجد انه في ثلاث اناجيل ايدنتيكال او متشابهين. متشابهين بدرجات متطابقين يعني مه. وفي انجيل يوحنا مميز لوحده حتى في المعجزات بتاعته وفي سرده آه مميز عن الـ الـ ايه سر التشابه في الثلاث اناجيل وسر الاختلاف الثلاثه عن الانجيل الرابع انجيل يوحنا طيب اللي هقوله دلوقتي ده كلام بنقوله في قاعات الدرس ببساطة كده و... حاضر ه... هحاول بس أرجو إن الأحباء المؤمنين المسيحيين البسطاء ما يتشتتوش بسبب الكلام اللي هنقوله لأنه بعض كتير من العلماء الكتاب المقدس الكونسيرفاتيف ال المحافظين المحافظين مقتنعين ببساطة إنه البشير ماركوس كتب إنجيله البشير متى كتب إنجيله في الأول وبعدين البشير مرقس كتب انجيله وفي يده نسخه من انجيل البشير متى والبشير مرقس كمان كتب انجيله بشكل منفصل عن الاثنين عمل زي تلخيص او تكثيف لبشاره متى التي كتبت اولا فكثير من علماء الكتاب مؤمنين بالنظريه دي لكن في نظريه ثانيه بيؤمن بها عدد اخر من علماء الكتاب المقدس هذه النظريه بيسموها نظريه المصادر الاربعه مم. في ناس بتسميها المصدرين وفي ناس بتسميها المصادر الاربعه بتقول ان البشير متى هو اللي كتب انجيله اولا مم. عفوا إنج... إنجيل البشير مرقس هو اللي كتب بشارته اولا وبعدين البشير متى اخذ بشاره مرقس كقراها وكانت في يده وهو يكتب انجيله او بشارته مم. والبشير لوقا خد برضه نسخة من بشارة مرقس وكتب الإنجيل بتاعه المعروف باسمه فمرقس مصدر مشترك لمتى ولوقا لكن في أجزاء تانية في متى وفي لوقا مش موجودة في بشارة مرقس لكنها مشتركة بين متى ولوقا بيقولوا أنه غالباً متى ولوقا كان عندهم مصدر ثاني اعتمدوا عليه في هذا الجزء المشترك بينهم وبيسموه المصدر كيو, كيو كيو الحرف الاول من كلمه آه المانيه معناها مصدر, مصدر <تصفيق> <تصفيق> الجزء اللي موجود في انجيل متى مش موجود في مرقس ومش موجود في لوقا بيقولوا ان متى اعتمد على مصدر ثالث بيسموه ام الجزء اللي موجود في بشاره لوقا لكنه مش موجود, مش موجود في مرقس ومش موجود في متى بيقولوا ان لوقا اعتمد على مصدر ثالث بيسموه مصدر ال ده ال اول حرف من لوقا آه. يعني عشان يقولوا كمصدر لو استخدمه بالظبط آه. انجيل مرقس في اليوناني في 600 آه آه في 649 ايه 500 منهم 500, 500 ايه موجودين في متى 350 ايه من مرقس موجودين في لوقا العلماء بتوع العهد الجديد بيدرسوا مرقس كاساس وبعدين يدرسوا ال500 ايه المقتبسين في متى وال350 ايه المرقسيين اللي موجودين في لوقا وبعدين بيدرسوا ما يميز كل انجيل من متى ولوقا على حده علشان يطلعوا بيحاولوا يطلعوا باستنتاجات او استخلاصات جديده تقول لنا مين اخذ من مين ايه وازاي وحتى الاجزاء اللي اخذها هل اخذها بنفس الصياغه ولا ترى على الصياغه تغيير بشكل ما ولماذا هذه التغييرات هل هذه التغييرات لها اهداف لاهوتيه في ذهن كاتب الانجيل ام لا <applause> اا بحط نفسي مكان اخويا المسلم اللي بيسمعك كويس وانا بسمعك بقول طب يبقى كده مفيش وحي عظيم يعني يعني هو في فكره الوحي هو كتاب منزل نازل من فوق اوتوماتيكي بالظبط ميكانيكي فبما إنه من فوق فبما انه في في آه <applause> كتاب ومصدر استخدموا متى استخدموا لوقا او او مصادر وريفر يبقى انتفى مفهوم الوحي انتفى مفهوم الوحي الاسلامي عند المسيحيين م. الوحي الاسلامي معناه ان الكتاب تنزيل. كان موجود في ام الكتاب في العرش مكتوب في مكان ما م. ثم في مرحله من المراحل انزل الى الارض والرسول لم يكن له سلطان البته على ما يكتب. مم. اكتب كذا اكتب اه الوحي في الاسلام وحي ميكانيكي املائي. فاهم مش فاهم اكتب. مم. الوحي المسيحي مختلف خالص في جزء صغير جدا ربما لا يتعدى 2% من الكتاب المقدس يعتبر وحي ميكانيكي مم. زي مثلا الوصايا العشر. واللاويين؟ خرج عشرين اللاويين يعتبر كمان <تصفيق> <تصفيق> كتير <تصفيق> كتير من الاجزاء م. اللي هي باين انه فقال لي الرب اكتب اه 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 ف بحط نقطتين فوق بعض آآ. وافتح قوس قوس ده كلام الرب اوكي ده لا يتجاوز 2 3% من الكتاب المقدس م. انما الـ الـ الكتاب المقدس 66 كتاب م. 66 سفر كتاب كبير جدا القران كله لا يتجاوز ثلث العهد الجديد فقط مم احنا الـ 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 والعهد الجديد بتاعنا 21% من الكتاب المقدس كله م. فده يوريك انه الكتابات الكتيره في الكتب العهدين القديم والجديد انواعها مختلفه وكل نوع ينطبق عليه سمات معينه الوحي في المسيحيه معناه ان الله استخدم الكاتب ذهنه قدراته ملكاته ابداعاته علشان يكتب لنا فكر الله بطريقة بشرية تستخدم الألفاظ البشرية مم. البشير لوقا كتب في افتتاحية كتابه وقال أنه إذ كان كثيرون أخذوا بتأليف كتب عن قصة يسوع اللي احنا شفناها بعنينا أنا شايف أنه أكتب لكم بأكثر تدقيق ما آه. علمته بالاختبار من اللي كانوا معينين الكلمة من البدء ناخد تليفون ونكمل آه، الاخ محمد من امريكا Hello. الو الو مساء الخير مساء النور اهلا وسهلا بحضرتك ازاي حضرتك يا فندم لعلك بخير اهلا وسهلا بك اهلا وسهلا حضرتك كنت تتكلم بصراحه في موضوع يعني في غايه الاهميه وهو الوحي في المسيحيه ايوه يمكن حضرتك لسه خاتم بانجيل لوقا واحد واحد ان كان كثيرون قد اخذوا بتاليف تأليف. قصه م. الامور المتيقنه عندنا رايت انا ايضا يعني راي آه. شخصي من من القديس لوقا رايت انا ايضا ان اكتب على التوالي اليك ايها العزيز سوفيلوس لتعرف أيوة. صحه الكلام الذي علمت به م. في هنا كذا نقطه يا فندم يعني هل المسيح كان عنده تلميذ اسمه لوقا اوكي ايوه يعني احنا عارفين م. عارفين نعرف ان لوقا ده من اليونانيين صح آه. كده حضرتك م. والمسيح لما ارسل تلاميذه قال الى الى مدينه للسامرين لا تدخلوا والى طريق امم لا تمضوا بل اذهبوا بالحرية الى خراف بيت اسرائيل الضاله فازاي يكون في تلميذ من وصف تلاميذ المسيح هو اممي طيب ده اول سؤال المسيح آه. دول سؤالين كده سؤال, سؤال متعلق آه. بشخصيه لوقا ده, لو ده سؤال مهم اه إيه. السؤال الثاني عند حضرتك النقطه الثانيه النقطة الثانية حضرتك كنت بتتكلم عن طبيعه الوحي في المسيحيه وقلت ان الله بيستخدم افكار الكاتب وفكر الكاتب وعقل الكاتب آه. وكلمات الكاتب ولكن هو بيوفقه بس ده يا فندم ما كانش آه ما كانش ما كانتش عقيده المسيحيه في الوحي في القرون الاولى يعني يعني مثلا احنا لو شفنا كتابات اوريجانوس نلاقيه بيدافع بشده كبيره جدا عن عقيده الوحي اللفظي لو شفنا كتابات اريناوس هنلاقيه بيدافع بشده كبيره عن عقيده الوحي آه. اللفظي في أنا سأقول مثلا من دائرة المعارف الكتابية تحت عنوان طبيعة الوحي بتقول قبل منتصف القرن التاسع عشر كان الرأي في الكنيسة المسيحية م. يجمع إجماع يا فندم يجمع أيه. على أن الاعتقاد بأن الله أوحى بالكلمات أيه. نفسها للكاتب أيه. حضرتك الله أيه. أوحى بالكلمات نفسها للكاتب تمام آه. ولكن في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ادى انتشار افكار التطور وظهور مدارس النقد العالي في الدراسات الكتابيه ببعض اللاهوتيين الى اعاده صياغه الى اعاده صياغه المفهوم التاريخي للوحي الحرفي جميل. فجرت محاولات لتعديل المفهوم واستبداله كليا يعني حضرتك آه. المفهوم اللي انت بتتكلم عليه ده يا دوب ظاهر من 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 150 من سنه آي. او 200 سنه آي. او استبداله كليا بتعليم جديد عن الوحي يسمح طيب. بالقول آه. بحدوث تطور في الخطاب الديني أيه. فنقل بعض اللاهوتيين مركز الثقل في الوحي من الكلمات الموضوعيه الى الخبره الذاتيه جميل زي ما حضرتك بتتكلم دلوقتي ويقول طيب ان الله بيستخدم الخبره بتاعت الشخص بدل ما الاعتقاد بان الله بيوحي الكلمات نفسها للشخص طيب جميل اللي ما استخدم في الكنيسه الاولى دي النقطة الثانية صح؟ هل في شيء آخر؟ هل في نقطة أخرى؟ يعني ده مش عشان... كلامي حضرتك متفق طيب... معايا ه... إن الكلام موجود في ه... دائرة المعارف الكتابية؟ هنجاوب على حضرتك، أولًا أنا بشكر حضرتك جدًا لأجل اتصالك، وكمان بشكر يعني أنا 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 من خلال كلامك شاعر إنه أنت بتدرس وبتقرأ وقارئ جيد و... وعندك إلمام يعني ب... بالموضوع ف... فده شيء جيد جدًا، فبشكرك بشكرك ونتمنى دايماً أن حضرتك تتواصل معنا لو في أي سؤال وانا هطرح الأسئلة دي على ضيف العزيز الأسيس أشرف ونحاول نجاوب عليها وشكراً ليك يعني قبل ما أجاوب أحب أشكره فعلاً من قلبي لأنه مجتهد وبيذاكر وبيبحث وأحب أشكره على طريقة عرضه للأسئلة بتاعته يعني احنا آه عندنا نقطتين مهمين آه. أول حاجة شخصية... لقى <ت الشكية> وانا عارف انه النص ده نفسه او لما حد بيقراه بالذات في اللغه العربيه كلمه الف تعني فبرك يعني بالعربي لما يقول لك ده الف قصه يعني فبرك قصه ورايته انا بمعنى انه انا هعمل واحده بقى زيها يعني اذا كانوا اذا كانوا هم الفوا فانا هالف روايه فممكن تدينا آه شويه عن عن لوقا تجاوب على السؤال الاول يعني آه حضرتك في تقديرك للترجمه العربيه آه صحيح مم. يعني رايت ان انت آه الالفاظ في اللغه العربيه تعطي هذه المعاني التي لم يقصدها بالتاكيد المكارب. البشير لوقا في في, في الاصل اليوناني ولم يقصدها المترجمون اللي ترجموا لنا العهد بالزبط. الجديد من 150 سنه فاتت آه بخصوص لوقا لوقا لم يكن, يكن تلميذا للمسيح ضمن الحواريين ال12 لكنه كان رفيق للقديسين الاوائل اللي من ضمنهم السيده القديسه مريم العذراء كل علماء الكتاب بيقولوا منين الرسول منين لوقا جاب تفاصيل البشاره بميلاد المسيح, بالشكل, المسيح بالشكل ده, ده, ده من عزراء الاجابه انه كان قريب للسيده مريم العذراء اللي عطته تفاصيل طب هو بيقول أنه هو كان يوناني هو كان يوناني فعلا ما كانش آه يهودي آه لكن آه لوقا في التقليد المسيحي كان طبيب كان آه شخص متعلم وكان يعني الروح القدس أعد لوقا بطريقه جيده جدًا لكي يكون إناءً للوحي لأنه م. كان عقليه علميه آه. بعض التقليد بيقول إن لوقا كان رساماً و يعني أبدع البشير لوقا في رسم الشخصيات الكتابيه اللي وردت في في إنجيله. آه لكن ولا حاجة من كل اللي أنا قلته ده آه تنفي قدرة الله على استخدام البشير لوقا آه لكي يكون إناء للوحي فيكتب آه. لنا إنجيل لوقا آه. جميل طب آه يعني أنا برضو آه للأخ محمد هو أرى الجزء بس في في كم كلمة برضو مهمين قوي يقول آه في الأمور المتيقنة مم. يعني إيه الأمور المتيقنة؟ الأمور المتيقنة اللي سبتت. التي ثبتت المؤكدة اللي هي شهود العيان ما كانوا موجودين يعني يعني دي امور متيقنه هو مش بيكتب فابريكيشنز مهم. مش في مش بيكتب من تاليف قصه من دماغه هو بيتكلم عن الامور المتيقنه الاكثر من كده يا دكتور لازم نلاحظ انه وهو يكتب الانجيل وهو ينشر الانجيل ليكون ماده مكتوبه للكنيسه بخصوص الايمان المسيحي هو كتب ونشر بين اشخاص راوا بالعين وعايشوا بالتجربه النقطه الثانيه بص قال, أه. قال لنا ايه برضو قال لنا كما سلمها الينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداما للكلمه <تصفح> يعني وهو تتبع بالتدقيق يعني يعني آه كان مدقق تصور في... لو انا بكتب لحضرتك وبقول لك انت فاكر لما حصل كذا كذا وحضرتك كنت موجود معانا تفتكر انا ممكن اقول حاجه تحمل شيئا من الكذب أو الحقيقة لا. التي تجافي الواقع اللي حصل بيني وبينك وأنا بكتب لك الكلام ده طيب نيجي للنقطة الثانية اللي سألها الأخ محمد برضو نقطة مهمة جدا أن الوحي في المسيحية وهو اقتبس من دائرة المعارف عن مفهوم الوحي وأنه إزاي الكنيسة الأولى كانت تنظر الوحي على أنه الوحي لفظي عظيم لكن مع مدارس النقد في القرن ال 19 والقرن العشرين بدات تغير فكرتها عن الوحي اللفظي وتنظر الى الكتاب نظره نقديه فيها نوع من التشكيك مه. فهل الكنيسه ايه الفرق ما اولا ما بين اللفظي والميكانيكي؟ يعني يعني دي نقطه اوقات كثيره حتى المسيحيين للاسف ما بيعرفوش يفرقوا بينها مه. بيعتقد ان اللفظي هو الميكانيكي أنا أؤمن أن الوحي اللفظي في اللغة الأصلية العبري أو اليوناني هو ما قصد الله فعلا أن يوصله إلينا، فأنا يعني أؤمن كل... بالحرف ب... بالوحي اللفظي، أنا أؤمن بالوحي اللفظي، أنا ما أقوله هنا أنا لا أؤمن بالوحي الميكانيكي أن الكاتب كان لا يدري ماذا يكتب او لا يدري المعاني العميقه التي قصدها الروح القدس ان يوصلها الى الكنيسه الى المؤمنين في كل العصور يعني والاجيال ال الوحي الميكانيكي بيلغي شخصيه الكاتب نهائي بيلغيها الوحي اللفظي هو سلطان وسياده الروح القدس على فكر وعلى قلب الكاتب وعلى حياته لكي ما يكتب باسلوبه المميز ما يريد الله منه أن يكتبه مزبوط. يعني يعني أنا أنا ما أقدرش أتخيل مثلا أنه لوقا هو بيكتب النص ده باللغة اليونانية ربنا يعني حاشا للرب طبعا يا يا لو انت غلطت في الاختيار الكلمه دي كان نفسي تختار كلمه غير دي كان يبقى احسن كويس ده, ده يعني كانه كانه ترك له الح... ال... ال... الحبل على الحبل الغارب فهو اختار الكلمات اللي هو لا ده تحت سلطان كتبه اناس الله القديسون مسوقين من الروح, من الروح القدس. القدس وده الوحي اللفظي وده اللي قاله الكتاب شهاده عن نفسه لم تاتي نبوه بمشيئة قط بمشيئه انسان لم تاتي نبوه قط بمشيئه انسان بل تكلم اناس الله القديسون فالكتاب هو كتاب بشري كتبه بشر لكن مسوقين من الروح القدس م. مم. كل كلمة في الكتاب المقدس قصد الله أن يوصلها بهذا الشكل إلينا عن طريق أيدي الرسل وكتبت الوحي الذين أوحى الله إليهم مم. بهذا الكتاب أنا عندنا أربع دقائق فاضلين بس على نهاية البرنامج نحن محتاجين أربع ساعات نعمل ندوة طويلة كده وناخد كل أسئلة المشاهدين لكن, لكن خلينا نتكلم في الجزء دوّا عن, عن لب رسالة الإنجيل يعني ال القلب الرساله نفسها قلب رساله الانجيل زي ما بدات الحلقه هو الخبر الصار ان الله احب الانسان مم. مم. يعني اللي يقرا الانجيل علشان يطالع قصه او سيره ذاتيه بدون ان يقف وجها لوجه مع شخص يسوع المسيح الله الذي ظهر في الجسد مم. في ملء مم. الزمان مم. لكي يحل يحل مشكله الانسان ومعضلته الاساسيه المتعلقة بالخطية ويفتح له الباب أمام الحياة الأبدية يبقى أرى الكتاب المقدس كأنه أرى كتاب جغرافيا م. أو كتاب كيمياء وهو ما بيعرفش كيمياء ولم يستفد م. منه شيئا م. الكتاب المقدس هو وحي الله ذات أنفاسه اللي بيقدم لنا شخص المسيح الذي يذخر لنا فيه كل الحكمة والمعرفة والخلاص والقداسة والعلم وبالتالي الكتاب المقدس هو كتاب الله اللي بيرسم الطريق إلى الحياة الأبدية في شخص الحياة الأبدية في يسوع المسيح جميل. فأنا جميل. بخاف جدا أنه في وسط الأكاديميات والدراسات والأسئلة والإجابات نفقد هذا الشيء الأساسي الخيط القرمزي المتعلق بخطة الله للفداء الفداء. الإنسان عشان الإنسان يصل في النهاية إلى العلاقة مع الله اللي تخول له الاستمرار والبقاء في الحياة الأبدية إلى أبد الأبدين مع هذا الإله م. الذي أحبه في المسيح وفداه جميل و... يعني لو لو حبينا نقول انه زي ما بيعلمنا الكتاب المقدس انه الانسان فعلا بسبب الخطيه انفصل عن الله واجره الخطيه موت ومش ممكن ابدا الله في عدله وفي محبته انه صفاته تتجزأ كما هو محب او تناقض بعضها بعضها البعض فكما هو محب هو ايضا عادل هو قال اجره الخطيه موت فمش هيقول لي روح خلاص انا سامحتك لازم يدفع ثمن الخطيه وعشان كده كان الحل الوحيد انه ياتي البار القدوس يسوع المسيح الذي شهد عنه الكل وهو ايضا تحدى الكل وقال من منكم يبكتني على خطيه هو الكلمه الازلي الذي اتى الينا في ملء الزمان لكيما يحل مشكله خطايانا وياتي بنا مره ثانيه الى العلاقه والمصالحه مع الله لكي تكون لنا حياة أبدية عشان كده الإنجيل هو أن المسيح مات بحسب الكتب ودفن والمسيح أيضا قام وظهر لكثيرين هذا هو يسوع الحي الذي نبشر به ونشهد عنه عزيز المشاهد إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج عبر الكتاب سلام المسيح يكون معكم وفي النهاية كمان بشكر ضيفي العزيز الأسيس أشرف بشاي شكرا لحضرتك